السلام عليكم ومرحبا بكم في انا الطبخ ليلى. الوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله تكون عباره عن عشاء خفيف. هذا العشاء هذا هو ب القرعه الخضراء، سهل في التحضير وما كياخذش وقت كثير. وبلا ما نطول عليكم خليكم على الفيديو وما تنساوش الشارك في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس ونخليكم مع الفيديو. غدا نحتاج ان شاء الله في هذه الوصفه عندي هنا بصله مشلضه وشويه ديال الربيع مقطع، قزبر ومعدنوس، وفص ديال الثومه صغير مقطع دوائر. غادي نحتاج كذلك ربعه ديال الحبات ديال القرعه الخضراء، حكيتها في الحكاكه الرائعه. عندي كذلك هنا واحد نص كيلو تقريبا ديال البطاطا اللي قطعتها طرف صغار وسلقتها مع شويه الملحه، وشويه واحد ملعقه صغيره ديال الزبده. عندي كذلك الجبن الاحمر محكوك، فرماج ترونش او فرماج ساندويتشات ثلاثه ديال الوحدات، وعندي بيضه وحده. توابل غادي نحتاج فيهم ملحه، تحميره، خرقوم بلدي، البزار، كمون وسكنجبير، وغادي نحتاج كذلك شويه ديال زيت الزيتون. كيف شفتوا معايا راه المقادير بسيط ومتوفره في اي منزل، يعني هذا العشاء خفيف بزاف ودغيا كيوجد، ما كيحتاجش مده طويله. غير كيحتاج اننا مثلا نسلقوا البطاطا قبل ونخليوها واجده، وكذلك القرعه الخضراء كنحكوها كنخليوها واجده وقت ما بغينا نطيبوا العشاء ديالك كنوضوا كنصايبوا كلشي في مره واحده. غادي نمعس هذه البطاطا اللي عندي، ممكن في بلاصه قرعه خضراء ممكن تعوضوها بقرعه حمراء حتى هي كتجي زوينه، بخيزو، باي خضره نتوما كتبغيوها ممكن تعوضوا بها قرعه خضراء. من بعد ما معسناها ولات بهذا الشكل غادي نخليها على جنب وغادي ندوز نوجد الحشوه. هذه غادي نديرها هكا بحال بلاصه لاباط او بحال الطبقه الاولى، غادي نخليها على جنب. دابا خديت معلقه درت فيها الزيت كيسخن، غادي نلوح فيها البصله، ناخذ واحد المعلقه غادي نلوح فيها بصله وثومه والقزبر ومعدنوس. غادي نخلي البصله حتى كدبل، غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الملحه، حيت الملحه ما كتخليهاش تحرق لينا غير كيتساعدها باش تدبل، حنا ما بغيناش تكون محمره او محروقه. غادي نخليو البصله ديالنا تطيب، غادي ناخذوا المول اللي غادي ندير فيه، اي مول متوفر عندكم. غادي نحط فيه البطاطا ديالي، ممكن تدهنوه غير بالزبده وتحطوا فيه، انا درت ورق الزبده. غادي نحط فيه البطاطا ديالي، وغادي نسرحها كطبقه اولى. الطبقه ما غاديش نديرها غليظه، انا بغيتها غير رقيقه، نتوما على حسب الذوق ديالكم الا كنتو كتبغيو بطاطا بزاف. كيف كتشوفوا معايا البصله ديالي راها بدات كدبل، غادي نزيد عليها القرعه الخضراء. في نفس الوقت غادي نزيد التوابل اللي سبق ليا ذكرت، وغادي نخلي القرعه الخضراء حتى كطيب. ما كتاخذش الوقت كثير اصلا، ما يحتاجش اننا نطيبوها بزاف، هي ما سلقهاش من قبل، هي خضره ولكن ما غاديش تاخذ الوقت كثير، غير كدبل صافي كنحيدوها. غادي نخلي القرعه خضره تطيب، وغادي ندوز من بعد ما سرحت البطاطا غادي ناخذ هاد الساندويتشات او جبن ساندويتش. ممكن الا ما بغيتوش ديروه ممكن ما ديروهش، ممكن انكم تشدوا بطاطا وتسمعسوها مع واحد جوج فرماجات متلتين.
على حسب الاختيار ديالكم. دابا كيف كتشوفوا معايا القرعه ديالنا راه دبلات. غادي ناخذ هاد البيضه اللي وريتكم في الاول، غادي نهرسها وغادي نخلط بها هاد القرعه، غير بيضه وحده كافيه. غير كطيب هاد البيضه صافي كنطفي عليه. صافي دابا غادي نطفي عليها. هاد البيضه درتها غير باش تشبع ليا هاد القرعه تجي مجموعه بحال اللي كتشوفوا. دابا كيف كتشوفوا معايا راني سرحت الفرماج فوق البطاطا. غادي نخوي الحشوه ديالنا. الا بغيتوا تضاعفوا الكميه ممكن. غادي نسرحها. صافي دابا غادي نلوح فوق الفرماج حمر محكوك. ممكن كذلك ديروا غير كميه البيض كثيره، يعني بلا ما ديروا فرماج، وكتدخلوها الفران تكمل الطياب ديالها. انا دابا غادي ندخلها غير تحمر لي من الوجه ديالها وكنخرجها. هذه هي الوصفه ديالنا من بعد ما طابت. كيف كتشوفوا سهله وبزاف، يعني ما كتاخذش الوقت كثير. كنتمنى الوصفه ديالنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، وبالصحه والراحه. وما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وكذلك تضغطوا على الجرس باش يبدا يوصلكم الجديد ديالي. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.